هلو هلو، يوم جديد، يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. الأيام بتعدي في رمضان وعملنا وصفات تقيلة كتير وعملنا كل الأكلات التقليدية اللي كانت وحشانة، جه وقت بقى نجدد شوية. النهاردة هنعمل وصفات برضو سهلة وسريعة ولذيذة وحلوة لسفر رمضان. هنعمل شوربة وهنعمل طبق رئيسي، بس تعالوا قبل ما نقول هنعمل إيه نقول فزورة ميز شو. لكل اللي بتابعونا جديد، فوزير ميز شو من أول رمضان، فاللي عايز يشوف الفوازير كل الحلقات موجودة على اليوتيوب دايما في الانترو في بداية الحلقة بنقول الفزورة. الفوازير سهلة وبسيطة، فتقدروا ترجعوا للبلاي ليست على صفحة القاهرة والناس على اليوتيوب، تشوفوا حلقات ميز شو في رمضان، تجمعوا حلول الفوازير وتخلوها معاكم زي ما كنا نعمل زمان. فاكرين فوازير زمان واحنا صغيرين؟ هتجمعوا كل الحلول، ولما ينزل البوست بتاع المسابقة في آخر شهر رمضان، في أواخر شهر رمضان وحنقول لكم إمتى بالضبط، هتكتبوا في كومنت واحد كل الإجابات الصحيحة بالترتيب وتكرروا الكومنتس قد ما أنتوا عايزين. يعني ممكن تعملوا 1000 كومنت، المهم الكومنت الواحد على الفيسبوك أو على الإنستجرام على صفحات القاهرة والناس يكون فيه كل الإجابات الصحيحة. فزورة النهاردة إيه؟ مطبخ عالمي من أكبر المطابخ العالمية وأشهرها على الإطلاق، مطعمه لفت كل العالم، هو المطبخ أو الطبق هقوله من المطبخ ده هتعرفوا الحل على طول. أشهر أطباق النودلز، أشهر أطباق الدم سم والسبرينج رولز والوانتن والفينجر فود اللي بتحط بالصويا صوص والصوص سويت أند ساور، السويت أند ساور تشيكن، الأكل اللي بتعمل بالوك وبالحلة اللي على البخار البامبو، خلاص عرفتوها، مطبخ من أشهر وألذ المطابخ العالمية هي فزورتنا النهاردة اللي هتكتبوا الحل دلوقتي حالا مع كل الحلول اللي عرفتوها قبل كده. جوائزنا مقدمة من بيكو وميانتا، وجوائزنا كتيرة وحلوة كالعادة، هنختارها مع بعض على الهوا في آخر رمضان إن شاء الله بعد ما البوست ينزل وتحطوا كل إجاباتكم. هنعمل إيه النهاردة؟ شوربة البصل من أكتر الشربات الحلوة والشهية وعملناها قبل كده وموجودة برضو في ميز شو على اليوتيوب. الفراخ والمشروم من النكهات اللي بتليق مع بعض، تيجوا نعمل خلطة عملتها قبل كده قريب، ولما خلطت المشروم مع البصل مع الفراخ والكريمة طلع طبق، قعدت أقول هو إزاي الطبق ده أصلاً مش طبق معروف وموجود من زمان قبل كده، هتحبوه جداً. هنقدمه جنب إيه؟ هنقدمه جنب بطاطس، بس مش بيوري، هتشوفوا في الحلقة هنعمل بطاطس كده مسلوقة ونحمرها شوية بشوية زبدة وأعشاب وتطلع مقرمشة وحلوة. شوربة، ما عملناش شوربة بصراحة من أول رمضان، يمكن عملنا شوربة الحريرة. هنعمل كريمي كورن سوب، شوربة الذرة الكريمية بطريقة سهلة وبسيطة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، فزورتنا أسهل، ويلا بينا على المطبخ نقضي على الهوا مع بعض ساعة حلوة وأفكار لذيذة لفطاركم النهاردة. يلا هلو هلو حبايبي، يلا مع بعض نعمل فطار لذيذ وخفيف النهاردة. عملنا وصفات كتير في الرز والمقلوبة والبرياني والأكلات التقيلة، بيجي على باله الواحد كده في، يعني إحنا ما شاء الله في أواخر شهر رمضان عدى بسرعة هوا، فبنبقى عايزين نعمل أكلات تاخدش وقت وطعمها حلو وجديدة. فهنعمل النهاردة، الفكرة جت من شوربة البصل والفراخ بالمشروم والكريمة، خلطت الوصفتين مع بعض وطلعت نكهتهم ولا أروع. طيب هنحتاج إيه؟ هنحتاج عندنا مشروم، المشروم الأبيض أو المشروم البني، بكل بساطة بس بقطعه كده زي ما انتم شايفين انصاص، وتكلمنا قبل كده عن تنظيف المشروم وقلنا إنه المشروم الطازة ما بيتغسلش، مجرد بفوطة أو بفرشة منشيل عنه التراب الزيادة و بيبقى جاهز للطبخ. ليه ما بنغسلوش؟ بيتحول الملمس بتاعه زي المعلب لربري. فهنيجي للمشروم بعدين، خليه هنا دلوقتي. عندنا صدور الفراخ، صدور فراخ مخلية سليمة، هنحط، تعالوا نحمرها بسرعة في الطاسة لأنه إحنا منديها كرملة، هحط زيت زيتون، هنديها كرملايزيشن ولون حلو وتكمل سواها في الصوص. فهنعمل إيه؟ هنحط زيت زيتون وهنحط شوية زبدة، الخلطة دي أنا بحبها، نكهة الزيت الزيتون حلوة ونكهة الزبدة معاه حلوة جدا، والزيت بيقلل احتراق الزبدة، ما بيخليش الزبدة يتحول لونها لبني. هناخد الفراخ
وكمان الأعشاب، شوربة البصل بيضاف لها زعتر أو روزماري، غالبا زعتر. النهاردة تعالوا نضيف نكهة الروزماري، ممكن نضيفها مجففة، بس لو موجود طازة بيبقى حلو جدا، من الحاجات العطرية اللي بتضيف طعم حلو للأكل. أنا هعلي الحرارة، زي ما انتوا شايفين انا حاطه صينيه كبيره او طاسه كبيره على بوتاجازات بيكو. بحب الميزه دي فيها انه نقدر نستخدم العينتين كده بالطول، وهعلي اوسع العين هنا، دي بتبقى كبيره، واشغل العين اللي فوق كمان على اعلى حراره، فانا كده غطيت كل مساحه الطاسه. هناخد الفراخ ونديها تحميره، نحمرها هنا، و التحميره دي هتديها تكستشر، يعني ملمس حلو، لون حلو، وطعم حلو. هل هي كافيه انها تكمل سواها؟ لا، هنكمل سواها زي ما قلت لكم جوه الصوص. هنعمل 6 صدور فراخ، نوزع الاعشاب، هنضيف ملح وفلفل. لا، مش هضيف دلوقتي ملح وفلفل، احنا هندخل نكهه او النكهه الحادقه عن طريق الصويا صوص. ليه؟ الصويا صوص هنا مش هتاخدنا على المطبخ الاسيوي، جمعوها في نص الكلام حلول الفوازير، ها، مش هتاخدنا على المطبخ الاسيوي، اللي الصويا صوص من اهم مكونات المطبخ العالمي اللي هو حل فزوره النهارده، فهنستخدمها عشان تدينا الطعم الحادق واللون، وبعدين ممكن نظبط وهنحط فلفل اسود فقط، هي دي البهارات. طيب عندنا البصل، البصل هنا هو نفس فكرة البصل المكرمل اللي في شوربة البصل. أنا حاطة برضو هنا الطاسة على النار، وبرضو العين دي هوسع الحرارة أهو بزرار واحد عشان تبقى المساحة كبيرة تغطي مساحة الطاسة. هنحط برضو نفس الخليط، زيت زيتون وزبدة، ومش عايزين نحرق البصل، عايزين نكرمله، وانا محضره بصل مكرمل، وانتوا ممكن كمان تحضروا البصل المكرمل، تحضروا عناصر الاكله دي وتجهزوها، وحتى ممكن تسووها من بدري او قبل الفطار على طول، تجمعوا كل العناصر اللي هنعملها مع بعض. هنا برضو اهو بنحط الزبده. البصل بكل بساطه هنعمله جوليان، خليني اجيب سكينه ثانيه وشويه، جوليان، شرايح بصل ابيض، بصل احمر اللي انتوا متوفر عندكم مش فارقه، وهنقطعه شرايح. انا محضره هنا بصل احمر عشان اوريكم بقى ابيض احمر مش فارقه خالص. ناخد البصل من غير ما نضيف له اي حاجه، هنبتدي انه نديله كارملايزيشن. البصل فيه نسبه سكريات، لما نقول كرمله، كلمه كرمله بتيجي، هزود شويه زيت، من لما نسوي البصل السكر اللي فيه هو اللي بيديله طعم الحلاوه، بيزيد ولون الكارملايزيشن. تعالوا نشيل دول نضيفهم هنا، ونروح نبص على الفراخ، اكيد ابتدت تاخد لون. لون هيجنن، هو ده اللون اللي احنا عايزينه، وعايزين ناخده من ناحيته. شايفين؟ طيب هنجيب، نعلي هنا برضو الحرارة شوية. تعالوا اغسل ايدي ونقطع شوية مشروم تانيين. المشروم من الحاجات عاملة كده شوية زي السبانخ، تبقى عندنا كمية كبيرة، وأول ما نحطه على النار يبتدي يستوي، لأنه فيه سوائل كتير، فأول ما يبتدي يستوي حجمه بيقل، فيبان عندنا أنه كمية كبيرة، بس هي مش كبيرة قوي، هي أول ما تبتدي تستوي حجمه هيقل. فهنقطع المشروم. هل ممكن نستخدم مشروم معلب لو ما عندناش مشروم طازه؟ ممكن، هنضيفه في الاخر خالص، بس طبعا المشروم الطازه على فكره متوفر وبيتزرع في مصر، وبنفس الوقت على فكره هو من الحاجات اللي مليانه بروتينات وسعراته الحراريه قليله،
وفوائده الغذائية وقيمته الغذائية عالية جدا. طيب تعالوا نقلب البصل. البصل من الحاجات اللي شوية بتاخد وقت لاني ما بحبش احطه على حرارة عالية قوي، يعني هتلاقوني دلوقتي الكمية دي عليت الحرارة بس عشان في كمية كبيرة، لو حطيناه حرارة عالية قوي هيتحمر ويقرمش ويدينا طعم المرارة، احنا عايزين كارملايزيشن. عشان كده قلت لكم انا محضرة هنا اهو قبل الهواء، محضرة لكم بصل طري مش مقرمش ومكرمل ومستوي في الزبدة وزيت الزيتون. فدلوقتي بصل بيتكرمل، الفراخ اهي تتحمر لونها لوحدها دلوقتي اصلا يجنن. عايزه اوريكم انه هي خدت لون من الناحيتين بس، تعالوا نبص، بس لسه من جوه نيه، علشان كده دلوقتي لما احمرها هطلعها لسه عايزاها تاخد لون اغمق شويه، هطلعها في طبق ومكانها هحمر المشروم. فاستنونا بعد الفاصل لما نرجع يبقى البصل ابتدى يكرمل اكتر، يبقى الفراخ خدت اللون المظبوط 100%، ونرجع وبكل بساطه وسهوله نركب الطبق على بعضه ويستوي، وبنفس الوقت نحط البطاطس اللي قلت لكم عليها طريقه سهله وشهيه ناكل طبق جانبي جنب الطبق الرئيسي بتاعنا النهارده. استنونا بعد الفاصل. خلال الفاصل تعالوا نبص هنا على الفراخ، شوفوا اللون اللي خدته لون رائع، هو ده اللون اللي بيدي طعم. ناس كتير بتقول لي الفراخ ما بحبهاش ليها زفاره، يا جماعه كل الحاجات من غير اي اضافات، انا حطيت شويه اعشاب مع زبده وزيت زيتون، حطينا روزماري، حمرنا صح، طريقه التسويه وبناء النكهات حتى الوصفات البسيطه هي اللي بتدي الطعم الغني اللي بيعجبكم في المطاعم، هي اللي بتدي التكستشر الملمس ده من غير ما نحط ولا دقيق ولا اي حاجه. البصل اهو بيتكرمل خلاص زي الفل. طيب هطلع الفراخ في طبق علشان احمر المشروم. الفراخ كده فاضلها بس تكمل سوا في الصوص. طبعا كل النكهات اللي في الطاسه دي هي النكهات اللي هنستغلها، عشان كده بحمر بنفس الطاسه. هاخد برده شويه زيت زيتون ثاني هنا وشويه زبده، المشروم بيشرب الزيوت، وهناخد المشروم وعلى حراره عاليه جدا علشان يتحمر على طول. خليني اشيل دول، ياخد كل النكهات من تحمير الفراخ. شايفين على طول الزبده والزيت لما حطيناهم، وهزود كمان روزماري دلوقتي. بيعملوا دي جليزنج، عاده دي جليزنج هي كلمه تقال عن لما يبقى في طاسه فيها مطرح تحمير حاجه ونحط سائل ويبتدي يلم كل النكهات دي. فلما حطينا دلوقتي على طول الزبده والزيت، المشروم بيتحمر بنكهه الفراخ والاعشاب. خلاص القطعة دي هشيل الروزماري اللي اتحمر في الأول ونقلب، طبعا حاطين على أعلى حرارة. يعني ده لوحده كده طبق جانبي لوحده، ده التشويحة دي، اللي عايز ياكل فراخ مشوية ممكن يكمل سواهم بالفرن أو يوطي النار، سوا الفراخ يوطي النار خالص ويضيف شوية سوائل الفراخ تكمل سوا، ويقدم جنبه الصوص المشروم ده. المشروم دلوقتي ممكن نحط له فلفل أسود، ما نحطش ملح، الملح بينزل المية من المشروم. حطينا فلفل أسود، فاللي مش عايز كريمة ممكن زي ما قلنا يقدم الفراخ جنبها المشروم جنبها البطاطس اللي هنعملها، خليها تاخد تحميرة أكتر. اهو شايفين شربت كل الدهون، خليها تتحمر. تعالوا نبص على البطاطس، بطاطس مسلوقة عادي جدا اهي،
بقشرها كمان وهاخدها كده اعملها ويدجز. لو بيبي بوتيتوز صغيره هتقسموها اتنين بس. وهنحط برضو عليها نفس التتبيله البسيطه. انا بس اتاكد انه هي هتاخد زيت الزيتون فبوزعها كده. ممكن تدخل الفرن على فكره على صينيه وشويه زيت زيتون وملح وفلفل واعشاب. انا هاخد شويه زيت زيتون كده ورشه ملح. وبعد ما نخلص البصل هنحط طاسه على النار وبكل بساطه نديهم تحميره يبقوا كريسبي. تعالوا نرجع للمشروم. المشروم اتحمر لونه يجنن. شايفين لونه؟ ولا دبل قوي ولا لو حطينا ميه سوري ملح كان هينزل الميه وهنضيع عمليه التحمير. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي. هناخد هنا الفراخ هنرجعها هنا. بالسوائل كمان اللي نزلت بنسميها الريستنج جوسز. لما بنطلع اللحوم او الفراخ بتنزل العصاره وبنرجع نرجعها هنا. وهحط شويه فصوص ثوم متقطعه شرايح في المرحله دي عشان ما كنتش عايزه الثوم يتحمر قوي، تدي نكهه حلوه. ثلاث اربع فصوص ثوم وهحط البصل. تعالوا نبص على البصل. البصل ده انا شفته سبته شويه على النار اتشغلت عنه. بص عايزه اوريكم اتشغلت عنه شويه اتلسع من تحت، فانا مش هاخد الحته دي خالص. وعندي اصلا البصل اللي انا مكرملاه عشان كده بحب لما بقى واقفه في المطبخ اعمل كل حاجه لوحدها. هاخد البصل اللي محضراه واوزعه فوق الفراخ وفوق المشروم. ودلوقتي هاخد سنه ميه نعمل الديجليزنج اللي قلنا عليه. بصوا دي دلوقتي نكهات الميه دي هتشرب البصل والفراخ والثوم والروزماري والمشروم وكل التحمير اللي حصل. خلوني اطفي العين دي. وهنروح ناخد الكريمه. والسر هنا في الصويا صوص والخل. شوربة البصل بيتحط لها عادة، يعني هي شوربة فرنسية بتحط لها واين أو نوع من أنواع الكحول عشان المزازة، إحنا بنستبدله بخل. في عندي خل البلزمك وعندي الصويا صوص. أنا ما حطيتش ملح فآدي الصويا صوص اللي هتدي لون حلو. ما حطيتش ملح خالص. وهنا خل البلزمك شوية. وبصوا بقى هي دي بقى اللي هتكمل الطبق اللي شكله رائع ده. كريمه، كريمه طهي. وكده رشه فلفل اسود وهيبقى الطبق تقريبا بقى جاهز. ليه ما بقاش جاهز؟ لانه الفراخ لسه من جوه نيه واحنا محتاجين كمان كل النكهات تختلط مع بعض. عايزين البصل يدي طعم الكرمله للصوص والمشروم وكل النكهات الحلوة دي. ممكن في المرحلة دي كمان نضيف كم عرق روزماري. وخلوني أشيل الطاسة دي من هنا ونجيب أي طاسة عندنا. أنا هحط دي وبكل بساطة هسخنها. وبكل بساطة برضو طبعا لازم تبقى سخنة هحط عليها شرايح البطاطس تاخد لون من كل الجهات. فهعمل كده خلال الفاصل لما نرجع تبقى خدت لون حلو. يبقى الطبق ابتدى يستوي ونحضر مع بعض نبتدي شوربة الذرة الكريمية بطريقة سهلة وبسيطة. استنونا بعد الفاصل. بالفاصل كل اللي عملته اني حطيت هنا البطاطس
تبتدي تتحمر، هنسيبها براحتها هتاخد طبقه كده كريسبي وهي مستويه ومسلوقه. فبرضه دي من الحاجات كنت حضروها بدري وبس قبل الفطار على طول نشويها، او حتى نحطها في صينيه وندخلها الفرن هتستوي بسرعه. تعالوا هنا نبص على الطبق، شايفين الوانه حلوه ازاي؟ الصوص لونه كانه جريفي بقاله كتير بيغمق. طبعا اللون ده جاي من البصل وجاي من الصويا صوص، وعلى ضمانتي جربوا الطبق ده وجربوا اضافه البصل هتحبوها جدا جدا. خلاص انا هطفي النار عليه، هو كده بقاله مثلا الفراخ 10 دقائق بتستوي. و خلوا بالكم الصوص برضو والحله اللي انا او الطاسه اللي انا مسويه فيها، نجيب معلقه تانية، بتحافظ على الحراره. فانا بما انه احنا في رمضان وشكل الطبق يجنن، شكل الصينيه، احنا مش هنغرف في طبق تاني. في حاجات كده شكلها رستك تقليدي، بصوا اول ما البخار قل شايفين البصل باين حلو ازاي، والمشروم هنزود بس اعشاب كده طازه وبس. طبق النهارده البسيط الشهي بقى جاهز، يتاكل جنب رز، يتاكل جنب مكرونه، اتسالت السؤال ده من كنترول، يتاكل جنب بطاطس بيوريه. احنا النهارده بنعمل البطاطس المسلوقه والمتحمره من الحاجات الشهيه. طيب تعالوا نبتدي نعمل شوربه الذره. هنحط الحل على النار، شوربه الذره الكريميه ثواني. هنستخدم ذره معلبه او ذره مجمده، ولو في ذره طازه طبعا بتبقى ممتازه، بس الذره الطازه اللي ساعات تبقى متوفره في بلداننا ما بتبقاش فيها نسبه السويتنس، سويت كورن، هي شوربه الذره السكريه او الذره الحلوه. فمش لو هي ذره البيضاء مش هتطلع حلوه، لازم تبقى الذره السكريه. هسخن الطاسه وتعالوا نشوف هنبتدي في ايه. عندي الذره اهي، دي الذره السكريه المعلبه، هتلاقوني فاصله 2. جزء هنعمل منه كريم كورن. كريم كورن دي حتى بره ساعات بتتباع في علبه كده لوحدها، يعني بتباع الكورن كده وبتباع علبه كريم. يعني ايه كريم كورن؟ يعني الذره مضروبه بيوريه بكل بساطه بالهاند بلندر بمحضره الطعام وبتبقى بيوريه. انا ممكن بس هنا اقلل الميه اللي فيها، تبقى بنحط لها شويه سوائل عشان تدينا كريمي تكستشر. هقلل الميه شويه، تعالوا وبالهاند بلندر نعمل الكريمي تكستشر من الذره. على فكرة أنا بعمل رغيف من دقيق الذرة وبدخل فيه الذرة دي، عايزة أعمله لكم مرة، بضرب الذرة كده وبدخل معاها دقيق الذرة الخشن وبتطلع ولا أحلى، وبعملها بطاسة كمان زي دي وبدخلها الفرن. افتكرتها دلوقتي، وعد أعملها لكم قريب. طيب احنا كده حولنا جزء من الذرة اللي هو تلتين الكمية، يعني لو عندنا 3 كوبايات ذرة هنضرب كوبايتين كده بس. تعالوا برضو نبص على البطاطس، انا حسها بتتحمر محتاجة تاخد، ايوة تتقلب اهي الناحية التانية، شايفين اللون خدت لون جريل مارك حلو جدا. هنقلبهم على الناحية التانية ياخدوا التحميرة. دي لسه محتاجة شوية. انا يعني التكستشر ده البسيط، الحاجات البسيطه اللي زي البطاطس وخضار بسيطه جدا، مجرد سلقها كويس وتحمرها بشكل حلو مع رشه ملح. وعلى فكره انا كنت عايزه اضيف جارليك باودر، بصوا دي هتدينا كريسبي تكستشر، ومن جوه لانها مسلوقه كويس هتبقى زي البطاطس البيوريه. اول ما تطلع نحط عليها شويه اعشاب، وممكن نحط برضو عليها قطعه زبده كده وهي سخنه. بطاطس والزبده ماتش ميد ان هيفن، يعني خلطه تجنن. فاحنا حطينا زيت زيتون علشان ما تتحرقش الزبده على النار، بس اول ما تطلع ممكن نضيف شويه زبده. الطاسه هنا بتسخن، الكريم كورن جاهز. طيب هنضيف ايه؟ هنضيف زبده وزيت زيتون برضو على ايه؟ على شويه بصل مفروم،
هناخد كمان كرفس. الكرفس بيليق جدا مع الشوربه دي لو موجود. فخلوا البصل دلوقتي، تعالوا نقطع كرفس قطع رفيعه، مش عايزينه كبير. ده الكرفس الفرنساوي، يعني طبعا زراعه مصريه بس عشان فيه العود الكبير ده بيسموه الكرفس الفرنساوي. ستات كتير بيقولوا لي نبعت لسته السوبر ماركت لجوزنا وكده، فيقولوا له عايزين الكرفس اللي بعود، فهو يا حرام يروح يلاقيه جنب البقدونس، فده عشان تكتبوه لهم صح كرفس فرنساوي. طيب وعندنا البصل، وعندنا برضو ناخد فص ثوم نقطعه شرايح رفيعه. خلاص كده التريو بقى جاهز. نروح نحط شويه زيت زيتون وشويه زبده. وهنحمر الاول قبل البصل والكرفس والثوم شويه صدور فراخ. لو انتوا حابين تعملوها مع فراخ هتقطعوا صدور الفراخ قطع صغيره كده وهتحمروها الاول، ولو مش حابينها مع الفراخ ممكن ما تحطوش فراخ خالص، ممكن تبقى شوربة نباتية أو يعني هي فيها كريمة بس شوربة من غير بروتينات. الحاجة التانية برضو اللي مش عايز يحط كريمة هيستعيد بالكريمة، كريمة الطهي فقط بالكريم كورن اللي عملناها، هيديله الملمس الثقيل ده هو اللي هيديله السماكة الحلوة. فهنقلب كده وهنحط ملح وفلفل اسود. رشة الملح، رشة فلفل اسود، وطبعا الفراخ مش لازم تستوي سوى كلي لانه احنا هنغلي الشوربة. تعالوا نضيف عليها البصل، شوية بصل، بصلة صغيرة ما حطيتهاش الاول لاني انا عايزة اسوي الفراخ بعدين احمر البصله تدبل، مش عايزاها تاخد لون. شفتوا احنا لما نسينا البصل على النار اتلسع بسرعه، من الحاجات السنسيتيف للحراره، حساس للحراره، قلنا السكريات اللي فيه هي اللي بتؤدي لتحميره السريع. هنقلب البصل ونحط برضو الكرفس، ونحط الثوم اللي قطعناهم في الاول. هنسيب دول كده اوطي الحراره لاقل من نص علشان هنطلع فاصل، واسيبهم يدبلوا من غير ما ياخدوا لون زي ما قلت لكم، وتكون كمان البطاطس استوت من الناحيتين. بصوا اهي، بصوا شكلها خدت لون من الناحيتين. نرجع بعد الفاصل ونقدمها بشكل حلو جنب الطبق الرئيسي لسفرتنا النهارده، ونكمل شوربه الذره السهله والبسيطه. استنونا بعد الفاصل. يلا نقدم البطاطس. هنحطها طبعا دي تقدم سخنة على طول، نحطها في طبق تقديم. دي بقى هتشرب الصوص كله لما تقدموها جنب المشروم والفراخ. نحطها كده، وزي ما قلت لكم ممكن نحط عليها ايه قطعة زبدة كده دلوقتي تسيح، ونحط رشة ملح بسيطة، ونحط شوية أعشاب روزماري، ممكن زعتر، ممكن ريحان. وبقى الطبق الجانبي، شوف الطبقين دول مع بعض تغيير. تعالوا بسرعة نرجع للشوربة. هرش على الخليط اللي حطيناه اللي هو زبدة وزيت، بصل وثوم وكرفس وفراخ، معلقة دقيق واحدة كده عشان تتقل شوية الشوربة. نقلب، ارجع اعلي الحراره كنت موطياها، وعلى طول دلوقتي هنعمل ايه، هناخد ميه، هاخد ميه مغليه علشان نسرع الوقت.
وهضيف مكعب او مكعبين حسب الكميه من مرقه الدجاج من ماجي، هتعزز النكهه. نضيف مكعب واحد. ودلوقتي هناخد الكريمي كورن اللي حضرناه. الخليط ده انا عايزه امسكه بحرص، بس هو ده اللي هيتقل الشوربه وهيديها نكهه الكورن، مش مجرد قطع الذره اللي هتطلع. خليني بس اتاكد انه الكميه كويسه. شايفين التكستشر ده؟ هزودها كلها. دي النكهه لما هرسناها، طعم الذره كله طلع جوه الشوربه، جوه الليكويد بتاع الشوربه السائل. وهنحط الذره الكامله، تبقى اضافه حلوه. تعالوا نقلبها. الشوربه دي على فكره في منها اغششهم يا كنترول، انا دايما باجي بالفقره الاخيره وقلبي بيضعف. في المطبخ العالمي اللي احنا النهارده هو حل الفزوره بتاعتنا، شوربه شبه دي كنت عملتها في ميز كيتشن اللي شفتوها على القاهره والناس، وكان معاها بيض كمان، وبيتحط لها شويه صويا صوص، وبتتقدم في المطاعم اللي بتقدم الاكل حل الفزوره. اسهلها لهم اكتر من كده كنترول ولا ايه النظام؟ حلو كده. عايزه اقول لكم ان انا طيبه، بس استاذه هوايده هي كمان طيبه طبعا، بس تقول لي ايه رايك بقى انزل لهم، هي اطيب مني. الحل على الشاشه كده تحت بالسترابه اللي انتوا شايفينها دي، ايه رايك نسالهم؟ اللي عايز يعمل كده يقول لنا. بس عايزه اقول لك ان هم شاطرين جدا، وكل يوم بتابع ان هم ما شاء الله مستعجلين وبيكتبوا الحلول على كل البوستات من دلوقتي، يعني جاهزين. طيب انا هعلي الحراره، هي عاليه على اخر حاجه، ممكن نزود رشه ملح، مفيش اي بهارات هنا، حطينا ملح وفلفل بس. اوكي، الشوربه كده ناقصها شويه ذره سليمه. الذره دي هتبقى هي اللي كده الخضار او العنصر اللذيذ المفاجاه، وطبعا الدقيق اللي حطيناه مع الغليان هيخليها تتقل. طيب احنا قلنا عايزين نحط كريمه صح؟ ممكن تحطوا كريمه وممكن تقللوا الكريمه او تشيلوها زي ما عملنا دلوقتي. هنضيف كوبايه كريمه، كريمه وكورن وذره بيليقوا بصراحة مع بعض، من النكهات الذرة بتقبل قوي الكريم، اللي طعم الكريمينس. فضفنا اهو الكريمة، وزي ما شفتوا قبل الكريمة كان ممكن برضو تبقى تتقدم من غير ألبان، لكل الناس اللي مثلا مقللة الألبان أو عندها حساسية. الشوربة دي كل اللي هيحصل إنها هتغلي وتتقل شوية، وهنقدمها ممكن نحط على وشها شوية كرفس. النهارده انتوا التحدي دقيقتين ونص، لا انا بحب اقول لكم انه احنا خلصنا وصفاتنا النهارده. الشوربه محتاجه تغلي شويه، بس انا ممكن خلال دقيقه نقدمها في الطبق، بس انتوا سيبوها تغلي اكتر شويه. اللي بيحبها اتقل يزود شويه دقيق، اللي بيحبها يعني الشوربات دايما بقول في ناس تحب الكلير الشوربات السايله خالص، في ناس تحب الكريمي والهافي سوبس التقيله زي حتى تبقى قريبه شويه للبشاميل، فده بيرجع لكم. احنا ممكن بس دلوقتي عشان الوقت نغرف الشوربه. انا كمان بحب الشوربات خفيفه كده، يعني ما بحبش الشوربه بالذات في رمضان قبل الاكل، بيبقى السفرنا الحمد لله دايما فيها اصناف كتير، فبحب اشرب شوربه. طبعا دي كميه مش كميه رمضان برضو، دي كميه التقديم بس كده بشكل حلو دلوقتي. طبق صغير من شوربه، حتى لو شوربه ذره تبقى كده خفيفه مش تقيله. فهنتقلها ازاي؟ هنتقلها بالدقيق ونقلل الميه ونزود الكريمه. فراخ كمان الكرفس ظاهر فيها، الكرفس بديها طعم حلو قوي. تعالوا نحط على وشها برضو كده شوية، بما ان فيها كرفس شوية كرفس. والطبق الثالث النهارده بقى جاهز، عندنا طبق رئيسي وطبق جانبي وطبق شوربه، اكلاتنا سهله وبسيطه، فوازيرنا اسهل بكتير. اللي بيتابعونا دلوقتي بقول لهم انه فزورتنا عن مطبخ عالمي من اشهر المطابخ العالميه، اشهر اكلاته النودلز والسبرينج رولز والستير فراي، من اشهر مكوناته الصويا. وكمان انا بحب اطبخ من المطبخ ده كتير، عملنا وصفات في ميز شو كتير. جمعوا كل اجاباتكم، تنسوش
كلها تبقى بوان كومنت، والكومنت يقدر يتكرر بالعدد اللي انتوا تحبوه، سواء على صفحات القاهرة والناس على الفيسبوك او على انستجرام. وان شاء الله هنعلن الجوائز على الهواء، وجوائزنا كتيرة، عندنا اير فرايرز، عندنا عجانات، عندنا تلاجة، عندنا غسالة، عندنا حاجات كتير. قاعدين كنترول بيغششوني، بس هدايانا كتيرة كانت مفروض تتوزع خلال شهر رمضان كل أسبوع، بس الظروف اللي حصلت خلتنا نقول طب إيه رأيكم نعمل ميجا يوم توزيع الهدايا في آخر رمضان، وتفضلوا أنتوا كده متحمسين وتكتبوا الإجابات كل يوم، ومستنيينكم بكرة. إحنا معاكم كل يوم في ميز شوف رمضان، و مستنيين لحد آخر رمضان علشان نعمل يوم الميجا هدايا نهاية الفوازير، ونهاية الشهر الفضيل تبقى كلها فرحة وخير يا رب. أشوفكم بكرة.